طلب مني تحاليل تاني. قال لي كده الحمد لله النسبه راحت شويه، بس بالنسبه لموضوع الخلفه ده ممكن يبقى مقصر معاك. قال لي كنت انا معايا مع جامع محمد. قال لي نعم. يعني الدكتور نفسه قال لك استغرب ان انت ازاي انجبت الاطفال دي. انا كنت عامل له تحليل السائل بقى بعدها تاني، لما بيقول لي في مشكله وكده فممكن تبقى مؤثره على الانجاب. بعدها على طول خدت الجنرال، رحت عملت التحاليل بقى اللي هي الدي ان ايه. في الفتره اللي بتاع النتيجه قبل ما تطلع دي، لقيت جانا جت بتقول لي بابا ماما بتكلم واحد. كنا نيجي نقول لها احنا نقول لبابا تدينا فلوس تيجي تتكلم تخلينا. هما بتقول ان ابوها رد عليك وقال لك اه انا كنت انا عارف ان هما مش اولادك. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته محترمين اليوتيوب. هنتكلم مع حضراتكم النهارده في قضيه من اغرب القضايا، احمد سليمان. احمد سليمان اللي اتجوز الزوجه الثانيه وبعد 11 سنه بالظبط لقى بنته جنى ومحمد. جنى اللي عندها 10 سنين ومحمد اللي عنده 8 سنين مش اولاده. فلو حضرتك هتشاهد معانا الحلقه دي يبقى مقتضيات المضمون هنتكلم ازاي يتجوزها وازاي مكتشف الخيانه من كلمه بالظبط، وازاي الصدمه اللي شافها عند دكتور التحاليل لما قال له انت ما عندكش سائل منوي خالص. يا دكتور ده انا الدكاتره اللي قبل كده وقالوا ان انا عندي امل، قال له انت الامل عندك معدوم. وايه قصه التليفون الاحمر اللي الزوجه مخبياه عند امها، ومين اللي كشف للزوج احمد سليمان ان كان في راجل غريب بيجي ينام مكانه في السرير من خلال بنته جنى، وكانت الام بتتصرف ازاي مع الاولاد لما كان العشيق بيجي. 11 سنه والزوجه بتخون، وفي الاخر اعترفت قدام وكيل النيابه ان هي زوجه خاينه، واعترفت كمان ان الاولاد مش من صلب احمد سليمان. فلحضرتك هتكمل معانا الحلقه النهايه. عدد المشاهدات بيكون كتير لكن اللايكات اللي بتكون قليل، ويلا بينا نبتدي الحكايه. الحكايه ابتدت من عند شاب اسمه احمد سليمان، كان في اواخر العشرينات كده اتجوز الزوجه الاولى وما حصلش فيه نصيب. لفوا كتير قوي علشان يكون في نصيب للخلفه، لكن الدكاتره قالت له الامل ضعيف لكن الامل في ربنا كبير. الزوجه الاولى ما استحملتش، الزوجه الاولى عندها غريزه الامومه ودي حقها يا جدعان. بدأت انها تطلب منه الطلاق وطلعوا من بعض بالمعروف، علشان بعدها بخمس ست شهور احمد سليمان يدور على زوجه ثانيه وهيشرح لها كل الامور. بالفعل عينه جت على الزوجه الثانيه واتجوزه، وكانت عارفه ان هو عنده ايه؟ عنده نقص شويه او عنده مفيش انجاب، لكن الامل في ربنا كبير سبحانه وتعالى. هنا طبعا بعد ما اتجوزه بالظبط بثلاث سنوات، وهنا كانت الفرحه بقى وشراره الفرحه لاحمد سليمان، انا حامل. هنا احمد ما كانش الدنيا وسعياه، هنا احمد كان فرحان وكان بيفرق حلويات ويفرق بيبسيات وشربات كمان، ان الامل في ربنا كبير. وجات البنت الاولى جنى بعد ما اتجوزوا بثلاث سنين، علشان بعدها بسنتين ثلاثه يجي محمد الولد الايه؟ الاخير. هو ما خلفش غير اثنين غير جنى ومحمد اللي عندها 10 سنين وثمان سنوات. لكن هنا الحياه كانت ماشيه على وتيره واحده وبيحبوا بعض، وخلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى كرم احمد سليمان وانه خلف. يا جدعان يعني الزوجه الاولى خلاص اتجوزت وخلفت وانا اتجوزت وخلفت كمان وكمان. فهنا طبعا احمد بعد 11 سنه بالظبط ما شكش في زوجته، لكن كان في بعض الايه؟ الحركات كده والتكات، يعني كانت دايما بتروح عند اهلها كتير، وبدات يعني فبعد ما بدا ان هو يحس يعني بدات انها تسرق حاجات من النيش، تسرق السجاد، وكل ما يسالها تقول له اصل النيش مليان والحاجات دي انا موديها عند امي من ما نحتاجها يا احمد بروح اجيبها. طيب احمد ما اداش خوانه. طيب احمد ازاي اكتشف ان زوجته بتخونه؟ وازاي اكتشف ان جنى ومحمد مش من صلبه؟ احمد كان شغال في شغله في يوم الواقع، يعني يوم ما بدا الشك يخش قلبه يتاكد، لكن تعب شويتين وداخ حبتين فاخدوه طلعوا على دكتور. فالدكتور قال يعني ان احنا لابد ان احنا عاوزين شويه تحاليل. تمام. احمد طلع عمل شويه ايه؟ تحاليل. عنده صديد واملاح وحاجات من دي. فهنا طبعا احمد كان في المره الاولى عامل تحاليل وفحوصات علشان الخلفه،
فوجئ بالدكتور قال له انت عندك نسبه الصديد والاملاح كتيره قوي يا احمد، ودي مشكله انها هتخليك ما تخلفش. مشكله تخليني ما اخلفش؟ مشكله تمنعني من الخلف؟ يا دكتور انا عندي جوز عيال، عندي جنى ومحمد. فانا الدكتور استغرب، الدكتور شايف الفحوصات وشايف النتائج وهو بيقول انا مخلف، والنتائج بتقول ان احمد سليمان ما عندوش سائل منوي نهائي، يعني من رابع المستحيلات انه يخلف. قال طب خلينا بقى نعيد التحاليل مره تانية. بالفعل احمد راح عاد التحاليل مره تانية، رجع للدكتور، يا دكتور ايه رايك في التحاليل؟ قال له احمد للاسف ان انت مش هتخلف طول عمرك، انت عندك السائل المنوي ممنوع مش موجود، مستحيل ان هو يتواجد. ازاي يا دكتور؟ طب جوز العيال. فانا طبعا احمد بدا ان هو يغضب، وبدا ان هو يعني عاوز يتعدى على الدكتور. طب الدكتور ذنبه ايه يا عم احمد؟ فانا طبعا كانت اخت احمد موجوده معاه في العياده، فطلب من احمد ان هو يخرج بره، وقعد يتكلم مع اخت احمد عشان قصه الخلفه والحاجات دي كلها، وقال لها انا عدت التحاليل مرتين واخوك ما عندوش سائل منوي، يعني الولاد دول ولاد مين؟ فهنا طبعا احمد قاعد بره في العياده ورامي ودانه على الباب من جوه، وهو قام داخل عند الدكتور عشان يتاكد. يتاكد يا دكتور؟ قال له انت مزعل نفسك ليه؟ تعالى عد التحاليل وادي الفحوصات. فاحمد طبعا سليمان كان قبل الزواجه الثانيه كان عامل فحوصات وتحاليل وبيفهم في التقارير، عشان كده لما شاف التحاليل عند الدكتور اتاكد 1000000% انه ما كانش ينفع انه يخلف مع الزوجه الاولى ولا الزوجه الثانيه، ولا ينفع يخلف طول العمر. هنا طبعا يعني يا دكتور الولاد دول مش ولادي، الدكتور رفض ان هو يرد. هنا طبعا بدا ان هو يروح البيت في وقت بقى ما كانت الزوجه بقى بتسرق السجاد والنيش والحاجات دي كلها، زي ما الزوجه زي ما نقول كده الزوجه ايه بدات تحس، فعشان كده غضبت لانها كانت دايما عند ايه عند امها. احمد فضل وقت كتير قوي ما يقولش نتيجه التحاليل الدي ان ايه اللي عملها في الطب الشرعي، لكن هو عاوز يعرف مين اللي دنس عرضه ودنس شرفه ودنس ماله، ومين اللي زوجته خلفت منه. هنا طبعا بدا ان احمد يكلم الزوجه طبيعي خالص، هنيجي انت بتعالي الصالح، انت بتعالي الجاعي، انت بتعالي، وما رضاش يقول لها على قصه الخيانه ولا قصه الدي ان ايه ولا التحاليل، ولا قال لها كمان ان هو ايه ان هو تعبان. هنا طبعا جانا بنته جت وقالت له بابا انا عاوز اقول لك على حاجه بس ما تضربنيش. قولي يا جانا حبيبه بابا وما تخافيش. قالت له بابا في واحد هنا عمو بيجي وينام مكانك على السرير. يا عمو يا بابا ان في واحد بيجي وماما بتكلمه بالتليفون بتبقى لابسه هدوم النوم. يعني ايه لابسه هدوم النوم يا جانا؟ زي ما بتلبس معانا؟ قالت له لا يا بابا ده لابسه الهدوم، انتوا عارفين وفاهمين الهدوم الداخليه يعني. قال لها متاكده يا جانا؟ قالت له ايوه يا بابا انا متاكده، وماما لما كان بيجي عندنا البيت او بيتكلموا في التليفون وهي يعني شبه عاريه. يا جانا انت عندك 10 سنين وازاي فاهمه الكلام ده؟ قالت له بابا انا شايف الكلام ده بعينيا، مفيش حد قال لي عليه. طب انا يا جانا خلاص ما تقوليش لحد. قالت له هتضربني يا بابا؟ قال لها مش هضربك يا جانا. طب تعرفي ايه تاني يا جانا؟ قالت له ماما شايله 3 ارقام تليفون، يعني الزوجه معاها رقم تليفون واحد المتداول ما بينها وما بين اهلها ومن جوزها، ومعاها 3 ارقام تانيين بس يا جانا. قالت له لا ده معاها تليفون احمر بتعينه عند تيتا، بتخبيه عند تيتا اللي هي مامت ايه؟ مامت مامتها، وهي بتروح تتكلم هناك هي واختها يا بابا. هي واختها يا جنى بيتكلموا مين؟ قالت له بابا بتقعد بالساعات تتكلم، ولما نيجي نقول لها نقول لبابا كانت بتضربنا وبعد كده ترضينا بالفلوس وتقول لنا ما تجيبوش سيره لايه؟ سيره لبابا. يعني ايه؟ ماما بتديك فلوس عشان تتستري؟ هي بنت صغيره خلاص، يعني إيه امها بدات انها تفهمها ان ده حد قريبنا وبتاع وبيجي تعبان من شغله وعايز يريح حبتين، بس في مشاكل بينه وما بين بابا، فما تقولولوش لبابا علشان بابا ما يضربناش، وبالتالي بابا لو ضربنا انا هضرب. طيب يعني ماما متاكده انها شايله تليفون احمر؟ قالت له اه، وهي بتتكلم من التليفون ده هي وخالته. الاحمر ده فين يا جنى؟ سايباه عند تيتا يا بابا. طيب الزوج هنا اتاكد ان الزوجه بتخونه، واتاكد من كمان من الفحوصات بتاعت الصديد والاملاح اللي من عند الدكتور لما تياب بالصدفه ان هو ملهوش في الخلفه. ازاي يتصرف الزوج؟ بدا هنا طبعا ما جابش سيره لاي حد، واكد على جنى انها ما تقولش لاي حد انها هي قالت للزوج. يعني هنا طبعا الزوجه عرفت ان هو تعب وراح المستشفى شويه وعمل شويه فحوصات وبتاع، فقال ان انا يعني مشتبه ان انا عندي الغده، كلم مراته عادي وما جابلهاش اي سيره، واخد الولد والبنت اللي هو جنى ومحمد وقال لها انا خايف ان المرض ده يكون متوارث فلازم اكشف على جوز العيال واطمن.
طب اكشف يا عم، خد جوز العيال والطن وروح اكشف. فهو طبعا اخدهم وطلع على معمل المختبر اللي عمل تحاليل، والتحاليل بتبان بعدها ب 20 يوم واثبت عدم تطابق البصمه الوراثيه ما بين الاب والاولاد. تبقى عايز تطمن حبتين، طلع على مصلحه الطب الشرعي، عمل تقارير تانية وعمل تحاليل تانية وفحوصات ونفس النتيجه، عدم تطابق او استحاله تطابق البصمه الوراثيه ما بين الطفلين وما بين احمد سليمان. طيب عاوز يعرف بقى الجديد وعاوز يعرف الدنيا فيها ايه. هنا طبعا راح جاب ابوها وجاب عمها وجاب اخوها عمر وقعدوا يتكلموا. تمام، انا عاوز اعرف التليفون اللي اختكم شايلاه بتكلم مين. لحد دلوقتي ما جابش سيره الدي ان ايه، كل التحاليل والفحوصات، ان الولاد خايف ان يكون عندهم الغده بالوراثه يعني. فانا طبعا قاعد اقول لهم انتكم بتخوني ولا علاقات وبتاع وحاجات من دي. فانا طبعا بداوا ان هم يغضبوا، بداوا ان هم ينهاروا. فقام قايل لاخويا ايه، طب انا عايز التليفون بتاع زوجتي. فجابوا التليفون العادي بتاعها، قال لهم لا انا مش عايز ده، انا عايز التليفون الاحمر. تليفون احمر ايه؟ قال لهم التليفون الاحمر اللي وصفه 1 2 3 اللي مخبياه عند مامتها. فبدا ان هنا عمر قال له ماشي نجيب التليفون الاحمر. المفروض بقى ان انت هتطلع عشان تحل المشكله تجيب تليفون وتيجي في 5 دقائق بالكتير خالص 10 دقائق، انما تقعد ساعتين. وفي الاخر جاب التليفون. فطبعا هي البنت كانت عارفه الباسورد وعارفه الملفات والحاجات دي كلها. فبدا الاب يمسك التليفون ويطلع تسجيلات ويطلع صور ويطلع حاجات كتيره قوي. فقالوا له التليفون ده كان مسروق من فتره ورجع تاني، كان مسروق من فتره ورجع تاني وعليه صور وعليه فيديوهات وعليه الحاجات دي كلها. هنا طبعا قالت لي يعني اخوها عمر بقى اللي قعد في حدود ساعتين على ما جاب التليفون، قال يعني التليفون ده كان حد غريب سرقه وسرق الخط وبتاعه ودخله بحكايه وروايه. طيب اختها بقى وقصه ال 30,000 جنيه، 30,000 جنيه يا بلاوي، 30,000 جنيه ان الزوج طلع ناصح حبتين. تخيلوا عمل ايه؟ لما اخذ الاكونتات بتاعتها وبدا يعني قبل ما يقعدوا بقى ويجيبوا التليفون الاحمر، اخذ الاكونتات وعرف ان هو يدخل عليها وبدا ان هو يكلم العشيق على اساس ان هو الزوجه. من الايه؟ من خلال الماسنجر او حاجه. تمام؟ فبدا يكلمها، لقى ان الزوجه متفقه مع العشيق انها هتطلق من احمد سليمان وتتجوزه. ماشي، طب سحبت من العشيق قد ايه؟ 30,000 جنيه، مره 5، مره 7، مره 3، مره، المهم وصلها من العشيق 30,000 جنيه، اختها مطلعه على الحاجات دي كلها. تخيلوا بقى احمد قفل الصفحه دي كلها. قفل الصفحه دي كلها بعد ما عرف ان الولاد مش من ولاده. ايوه زي ما بقول لحضراتكم كده. طب قفلها ازاي؟ صالح الزوجه وعمل ودن من طين وودن من عجين ورجعها شقته، وده طبعا خطا كبير جدا ايه احمد عمله. طيب ازاي بقى اتاكد انها خاينه وازاي انها اعترفت؟ وايه يعني زي ما احنا بنقول الشعره اللي قصمت ظهر البعير. احمد بيحكي وبيقول ان هي خلاص اختها اعترفت لانها كانت عارفه ب 30,000 جنيه، والزوجه الخاينه كمان اعترفت انها خدت 30,000 جنيه من العشيق وقالت له سامحني، وهو سامحها بالفعل. طيب هنا قالت له بقول لك ايه، طب انت لو جبت سيره القصه دي تاني يعني خلاص هم اتفقوا بقى ان هم ايه هيستروا على بعض، هو يستر عليها والموضوع يمشي. تخيلوا يا جماعه ده طبعا ده خطا جسيم من خلال الزوج. هنا طبعا الزوج بيحكي بيقول انا كنت اتمنى انها تطلب الطلاق وما تخنيش، انا كنت اتمنى انها تتطلق وتخلف من غيري ما يهمنيش. فانا طبعا اعترفت له في الشقه وقال لها خلاص المسامح كريم، وقالت له ده بالكلام ده لو حد عرف بيه، الكلام ده لو حد عرف بيه. قال لها لا انا لو الكلام ده حد عرف بيه سيبها للظروف. قالت له لا ده لو الكلام ده حد عرف بيه يا احمد يا سليمان انا هقول ان انت اللي كنت مشغلني، انا هقول ان انت كنت بتجيب لي الرجاله. قال لها هوب اقف لحد هنا بقى، طالما طلعت من لسانك وطلعت من جوفك وطلعت من صدرك ان انا راجل ديوس يبقى لازم تتطلقي الليله. هنا طبعا ليله الطلاق اتصل على ابوها وضربها. ابوها قال له بقول لك ايه، انت بعت لنا بنتنا وما تشغلش حالك بيه لان انا مش فاضي. يا عم الحاج تعال، قال له لا انا مش فاضي. اتصل باخوها قال له انا مش فاضي. فبدا هنا يظهر بقى ايه، يعني هو بيقول انا بحمد ربنا ان انا ما طلقتش لان انا لو طلقت ما كنتش عارف اعرف ارفع قضيه زنا. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ احمد سليمان بيقول ان انا بعد ما اتصلت بابوها واخوها عمر عشان يجوا عشان نفض الحوار رفضوا، فعشان كده انا ما طلقتش. فهنا بدات ان انا اظهر اوراق الطب الشرعي خلاص، وحررت محضر بالزنا، وبدات ان انا ايه احرر قضيه او ارفع ضدها دعوه بالزنا في المحكمه، واثبت ان هم مش عيالي، هم عيالها. لان الطب الشرعي بيكون طالب فيه شقين من البصمه، بصمه للام وبصمه للاب. طب البصمه للاب استحاله تطابق البصمه الوراثيه، طب البصمه للام طبعا ولادها. طيب بدات بقى
يعني الزوج بيقول ان الحظ خدمني ان انا ما طلقتهاش عشان اعرف واقدر ان انا اقاضيها وارفع عليها قضيه ايه؟ زنا. لكن هو فوجئ بقى ان هي رفعت عليها قضيه وبتاع. طيب عاوزين نعرف بقى الزوجه اعترفت ان الولاد دول مش ولادها ازاي؟ امام وكيل النيابه لما تم استدعاء الزوج وتم استدعاء الزوج عشان البت في المحضر. طيب هنا الزوج معاه تحاليل الدي ان ايه اللي بتثبت ان الولاد مش من صلبه. طيب والتحليل بيواجه الزوجه قدام وكيل النيابه ويقول لها التحليل يا بنتي ده الدي ان ايه بيقول ان هم مش ولادي. طب هم ولادك انت بس من اب تاني. فقالت له ما يمكن اتغيروا في الحضان. اتغيروا في الحضان دي النقطه الوحيده بقى اللي اثبتت للزوج. قال انا ممكن التحليل تكون خطا، ممكن التحليل يكون فيها شيء مغلوط. لكن لما افتكر احمد سليمان ان ولاده الاثنين ما فيش بس غير جنى اللي دخلت الحضان ومحمد ما دخلش الحضان، والزوجه تقول قدام وكيل النيابه اصل هما الاثنين يا سعاده البيت دخلوا الحضان، فممكن يكونوا الولدين الولد والبنت يعني اتغيروا في الحضان. طب هنا من الوقت ده بدا احمد قدام النيابه العامه وبدا في في في, في نفسه يعني يتاكد ان الزوجه دي فعلا زوجه تاني. هل الموضوع بقى اكتفى على كده؟ لا طبعا. حقق في الشكوى وفي البلاغ وتم صرف الزوجه من سرايا النيابه والزوج برضه، والزوج تولى امر القضيه في المحكمه. تخيلوا بقى شفت الزوجه، الزوجه زي ما قلت لحضراتكم لو الزوجه حبت تخون كل شيء انا بيهون. تخيلوا الزوجه الخاينه 11 سنه عايشه في حضن الراجل وتخلف من حد غريب. مش كده بس، لا ده اتفقت ان هي بعد ما تتطلق تتجوز العشيه، العشيه اللي الولاد شهدوا عليه والقضيه ما زالت يعني القضيه خلاص لسه بصدى ظهورها على السوشيال ميديا، واكيد هنكمل لحضراتكم التفاصيل بعد كده والمقتضيات بتاعت الزوج. لكن الزوج او القضيه معذره، القضيه زي ما احنا بنقول بالنسخه يعني بالكربون، نسخه بالكربون من قضيه تغريد لو احنا فاكرين بقى تغريد، لكن خلاف الثلاث اولاد مش من صلب زوجها وما زالت هي هربانه دلوقتي. والقضيه في النهايه قالت ان الطفل الفراش، قالت للطفل للفراش. يا ترى بقى وجهه نظر حضراتكم بعد ما جربنا قضيه وقعدنا شغالين في قضيه اكتر من سنه ونص، قضيه تغريد وفي الاخر لم يتم نفي النسب، يا ترى الرساله اللي توجهها للزوج هل يكمل بقى في القضايا ولا يعمل ايه؟ قضيه محيره وتفاصيلها يمكن اول مره نسمعها بالشكل ده، ان الزوجه تعترف امام النيابه العامه ان الاولاد اتبدلوا في الحضان. منتظرين اراء حضراتكم في الكومنتات لان اكيد صاحب الحلقه هيشوفها وهيسمعها واكيد حابب ان هو يشوف كومنتاتكم. نورتوني بجد وشرفتوني، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.